السلام عليكم، مرحبا بأول مشاهد، مرحبا بك، مرحبا بالجميع اللي تخليه بارتاجي في الجروب اللي عنده، بارتاجيو معنا في الجروبات اللي عندكم باش يقدر هذا اللايف هذا يشوفوه بزاف ديال الناس. يلا مرحبا، بارتاجيو معنا في الجروبات ديالكم، كلشي بارتاجي. مرحبا، مرحبا بكم، مرحبا بالناس اللي كيدخلوا، مرحبا بالجميع. بارطاجيو معنا في الجروبات اللي عندكم باش يدخلوا الناس بزاف ونبداو اللايف ديالنا ان شاء الله. بارطاجيو معايا، شجعونا، ومرحبا بالجميع. سلام هنا امين، مرحبا اختي، عليكم السلام، مرحبا بكم كاملين. يلا يلا بارطاجيو في الجروبات اللي عندكم باش يقدروا الناس يدخلوا بزاف ويشوفوا هذا اللايف هذا ان شاء الله، كاينه شي حاجه زوينه. يلا بارطاجيو، بارطاجيو معنا هذا اللايف هذا. مرحبا بالناس اللي كيدخلوا، بارطاجيو معنا في الجروبات ديالكم. مرحبا براسليات، الله يخليك. مرحبا اختي، انا غادي نبدا نوريك براسليات. قولي لي بغيتي براسليات ديال ثلاثة ولا ديال الواحد. المهم ومرحبا بالناس اللي كيدخلوا جداد، بارطاجيو معنا في الجروبات ديالكم باش يقدروا بزاف الناس يشوفوا هذا اللايف هذا. وشكرا للناس اللي كيبارطاجيو، بارطاجي شي كادو. مرحبا، الراس والعين اختي، تسالي اكثر من كادو، تسالي جوج انتي. مرحبا بك، بارطاجيو معنا، بارطاجيو. بالنسبه للناس اللي عاد كيدخلوا جداد، بارطاجيو معنا في الجروبات ديالكم، شجعونا بالبارطاج. المهم اختي هما البراسليات هادوك اللي غنوريك ديال الثلاثة، كاين هاد الشكل هذا هو في الثلاثة كما كتشوفي، شي حاجة زوينة. ها هما ما فيهمش الحجر كاع. مرحبا بالناس اللي كيدخلوا، شكرا بزاف. بالنسبة للناس اللي كيبارطاجيو معنا هاد اللايف، شكرا على التشجيع ديالكم. هانتوما كاين هاد الشكل هذا داير شي 9000 درهم اختي، هادو زوينين الصراحة. حتى الدورة ما ماشي كبيرة بزاف، ماشي صغيرة، الدورة ديالو كي دايرة زوون. ومرحبا بالناس اللي عاد كيدخلوا، مرحبا بالجميع. بالنسبة للناس اللي عاد كيدخلوا، شجعونا بالبارطاج في اللايف في الجروبات ديالكم. يلا بارطاجيو معنا في الجروبات ديالكم باش يقدروا بزاف الناس يشوفوا هذا اللايف هذا ان شاء الله. المهم هذا قلت لك داير شي 180000 ريال، يعني 9000 درهم هذا. ويوا فرنانديز، شكرا بزاف اختي، الله يحفظك. صافي انت كتساليني كادو، مرحبا. مرحبا مرحبا. هذا تشكيل قلت لك داير 9000 درهم، يعني كطيح شي 3000 درهم للواحد، الصراحه صحيح ومن الداخل مدوبل، يعني ماشي سامبل. مرحبا بالناس اللي كيدخلوا جداد، نتمنى منكم تبارطاجيو معنا هذا اللايف في الجروبات ديالكم باش يقدروا يتزادوا نسبه المشاهده. مرحبا بالجميع. وكاين عاوتاني هاد الشكيل هذا ها هو ديال الثلاثة، تا هو شي حاجة زويونة، هذا داير شي 9000 في الجروب حتى هو. أنا نساندك، شكرا، الله يحفظك، شكرا على المساندة ديالك بعد أختي. هذا داير شي 9000، لا داير شي 8700 درهم، هادو بثلاثة دايرين 8700 درهم كما كتشوفي. هانتوما يعني كيطيح قريبا شي 3000 درهم الواحد، شي حاجه زوينه حتى هما الصراحه، والحجر ديالهم مدفون، متخافوا منه لا يطيح لا حتى شي حاجه. شحال داير شرت لامبروما الجرام اختي؟ شرت لامبروما دابا وصل شي 360 درهم، انا غادي ندوزهم لكم. وبارطاجيو معنا في الجروبات بالنسبه للناس اللي كيدخلوا، كلشي بارطاجي في الجروب اللي عنده باش تزيد نسبه المشاهده. انا نوريك اختي سرات المبرومين اللي سولتيني عليهم. ومرحبا بالجميع، مرحبا بالناس اللي عاد كيدخلوا، مرحبا مرحبا. وشكرا بزاف الناس اللي كيبارطاجيو، شكرا لكم. هما اختي هذوك اللي قلتي ليا ديال واحد مبروم واحد سامبل، ها هما شي حاجه زوونه. فين عندك المحل اختي؟ المحل عندي في مكناس ويسلان قيساريه البركه. السلامه محلاهم، شكرا بزاف مأمون اميني، هادو عجبوني بزاف وزوونين. مرحبا بكم كاملين، يلا بارطاجيو معنا هاد اللايف هذا، بارطاجيو ما تجلسوش. ها نتوما كما قلت لكم هاد الشكل هذا داير 370 درهم للغرام، يعني راه كيطيحوا شي
بسبعة كيطيحو، غنقول لكم شحال كيطيحو. هادو بسبعة كيطيحو بشحال بشحال؟ كيطيحو شي جوج المليون ونص. هادو بسبعة كيطيحو شي جوج المليون ونص. هانتوما كما كتشوفو شي حاجة تقيلة، راه فيهم قريبة 70 غرام. عقل عليا. اوكي انا غدا نجي للمكناس ان شاء الله. عقل عليا. مرحبا اختي، نعقل عليك. الا ما عقلتش عليك لا منا نعقل. الكليان هو الاول اختي، مرحبا. عافاك. بشحال لويز اختي؟ لويز داير 20 24 26، على حساب واش لويزا ولا نص لويزا ولا ربع، شوفي انت شنو بغيتي. ومرحبا بكم الناس اللي عاد كيدخلوا دابا، مرحبا بكم. وشكرا للناس اللي بارطاجا، وكنتمنى حتى من هادو اللي كيدخلوا دابا يبارطاجيو معنا في الجروبات اللي عندهم باش تزيد نسبه المشاهده ان شاء الله. المهم ها هما هادو كما قلت لك. انا ندوزو دابا لشي حاجه اخرى على ما يتجمعوا الناس ونبداو اللايف ديالنا نيشان. مرحبا بالناس اللي عاد كيدخلوا جداد، نتمنى منكم تبارطاجيو هاد اللايف في الجروبات اللي عندكم. هانتوما كاين هاد التشكيل عاوتاني هذا ديال سامبل كيجيو من البوسين، فهمتي؟ هانتوما منقوشين من لهنايا وجايين سامبل من هنا شي حاجه زويونه تاع هادو. الصراحه هادو راه دايرين شي مليون ونص وشي 70 ألف ريال، وكاينين الخفاف ديالهم وكاين ما تقيل عليهم اللي بغيتو اللي حبيتو. يلا بارطاجيو معنا في الجروبات ديالكم. مشات انا من نكون في مكناس نهضر معاك في بريفي باش تقول لي الكال ديالها. مرحبا اختي صافي، مرحبا. فاش تجي اضري معايا ومرحبا، علاش لا؟ ورينا لي سوليتير كبار. واخا انا ندوز السوليتير، ها خليكم معايا في اللايف، انا ندوزهم لكم دابا. ومرحبا بالناس اللي عاد كيدخلوا، نتمنى من الناس يبارطاجيو في الجروبات ديالهم. انا نوريكم الخواتم سوليتير، بقاو معايا في اللايف. ومرحبا بالجميع، مرحبا بالناس اللي كيدخلوا دابا، مرحبا بكم. هادي مشى، ها نتوما هما السوليتيرات اختي. هاد التشكيل هذا يعني صحيح الصراحه مدوبل، هذا داير شي 2400 درهم اللي هي 48 ألف ريال. وكاين واحد التشكيل عاوتاني تا هو سوليتير كبير زواون، ها نتوما ديال الاكس. مرحبا بكم الناس اللي كتدخلوا، مرحبا بالجميع، مرحبا. وشكرا للناس اللي كيبارطاجيو معنا هذا اللايف هذا، نتمنى منكم تبارطاجيو في الجروبات ديالكم باش تزيد نسبه المشاهده ان شاء الله. ها نتوما كما قلت لكم كاين التشكيل هذا داير شي 2800، هذا داير 2800 درهم، يعني شي 56 ألف ريال، ولكن الصراحه صحيح. ها نتوما شي حاجه زوينه. وكاين الخاتم ديالو، المهم لونسومبل ديالو كامل كاين هذا الخاتم هذا. ومرحبا بكم، مرحبا بالجميع، نتمنى من الناس اللي كيدخلوا يبارطاجيو هذا اللايف في الجروبات ديالهم. وكاين هذا التشكيل هذا ديال الاكس، ها نتوما كما كتشوفوا. مرحبا بالناس اللي كيدخلوا، مرحبا 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 بكم معنا في اللايف. كاين هذا التشكيل هذا حتى هو زويون، غير هو فيه الحجر هذا داير شي 2400 درهم، هذا داير شي 2400 درهم اللي هي 48 ألف ريال، شي حاجه زويونه الصراحه. يعني 48 ألف ريال كيبقى الثمن ديالو للخر هذا. ومرحبا بالجميع، ومرحبا بالناس اللي كيدخلوا جداد، هادو كلهم ناسي تهلا فيهم. مرحبا اختي ويوا، مرحبا. قولي لنا السميه اختي، بقا نقول لك ويوا، قولي لنا السميه. مرحبا، علاش لا، نتهلاو في الجميع اختي، وربي تهلا فينا كاملين. شحال دايرين اونصومبل ديال الجاكوار اختي؟ لونصومبل ديال الجاكوار ما بقى ليش، عاد غادي ندخلهم ان شاء الله، ما بقاوليش. عندي سلسله الجاكوار هي اللي مازال دابا. مرحبا بالناس اللي كيدخلوا جداد، بارطاجيو معنا في الجروبات ديالكم، بارطاجيو معنا وشجعونا. كاين التشكيل هذا ديال الاناناسا اللي فيه ثلاثة، هاد التشكيل هذا زويون الصراحه وتقيقل ما فيش الحجر. هذا داير شي 2400 درهم اللي هي 48 ألف ريال، هذا 2400 درهم 48 ألف ريال 240 طو. المهم مرحبا بالجميع، مرحبا بالناس اللي كيدخلوا جداد، شكيتي مرحبا بكم. نتمنى من الناس يبارطاجيو معنا هذا اللايف في الجروبات ديالهم باش تزيد نسبه المشاهده ان شاء الله. ومرحبا بالناس اللي كيدخلوا جداد. وكاين هذا التشكيل هذا كما قلت لكم حتى هو شي حاجه زويونه، ها نتوما شي حاجه صحيحه الصراحه. هذا داير شي 2350 درهم، هذا داير 2350 درهم، ها نتوما
اللي هي 125 اورو. هانتوما كما كتشوفوا شي حاجه صحيحه الصراحه، والدوره صغيره بالنسبه للناس اللي كيبغيو شي حاجه تكون باينه في ليت صغيره، راه هذا راه مزيان يصلح ليكم. ومرحبا بالناس اللي عاد كيدخلوا جداد، مرحبا والف مرحبا. نتمنى منكم تبارطاجيو معنا هذا اللايف هذا في الجروبات ديالكم. وكاين التشكيل هذا عاوتاني تا هو زويون، هانتوما شي حاجه ثقيله كتجي ملبوسه في اليد. هذا في لونسومبل ديالو، انا غنوري لكم لونسومبل، الونسومبل ديالو كي داير. هانتوما كما كتشوفوا شي حاجه زويونه الصراحه وعمليه ما فيهاش الحجر بزاف. نتمنى من الناس اللي هنايا يبارطاجيو معنا هذا اللايف هذا في الجروبات اللي عندهم، راه غير يد وحده ما عنديش تليفون اللي نقدر نبارطاجي به راسي في الجروبات. المهم ساعدونا هاد النهار هذا على ما على ما الغدا ان شاء الله ونشوفوا كي نديروا لهاد الحل. ومرحبا بالجميع، مرحبا، بارطاجيو معنا اللاي كولي ديال البنانه. مرحبا اختي، كولي ديال البنانه ما بقاليش، مازال ليا الكورميت. البري ديال البنانه الكورميت دايره شي 2300 درهم خويا. ثلاثه دبالج وواحد مفتول واحد وسامبل، بشحال جاو اختي؟ انا نوريك الدمالج ديال واحد مفتول وواحد سامبل، راه موجودين عندي، راه موجودين. فينا هما؟ ها هما، غير هما تقال شويه، راه دايرين شي مليون ونص وشي حاجه. هادو شي حاجه زويونه الصراحه، مارياج شي حاجه كبيره سيتو بلي. مرحبا المارياج موجودين، انا غادي ندوزهم اختي. ها هما هادو اللي قلت دايرين مليون ونص و 14000 ريال، شي حاجه ثقيله الصراحه، وراه عندي القياسات كاملين. المهم هادو غير ثلاثه كيطيحوا بهذا الثمن، كاينين ديال سبعه كيطيحوا شي جوج ونص وشي حاجه. انا المهم دابا غندوز لكم الخوات من المارياج، ونتمنى من الناس اللي كيدخلوا يبارطاجيو معنا هذا اللايف في الجروبات اللي عندهم باش تزيد نسبه المشاهده ان شاء الله. المهم كما كتشوفوا كاين هذا الشكل هذا في المارياج. احنا نبداو دابا اللايف ديالنا اللي عوالين نديرو على ما يتجمعوا الناس. نتمنى من الناس اللي كيدخلوا دابا يبارطاجيو معنا هذا اللايف هذا في الجروبات اللي عندهم. وشكرا شكرا بزاف بزاف الناس اللي بارطاجها، والله الا شكرا لكم على هذه المساعده ديالكم. هانتوما كاين هذا الشكل هذا كما كتشوفوا، شي حاجه زويونه، جي سيرتي بالحجر من لهنايا وفي الضريبات هادو في الوسط، يعني جاي زويون ملبوس الصراحه. والسوليتير ديالو كاري، يعني في الاول كان داك السوليتير داير، دابا داروا هذا الموديل الجديد ديال السوليتير كاري. بامكانكم تلبسوا هذا بوحديتو ولا تلبسوا هذا بوحديتو وماريوهم الا بغيتو. المهم شي حاجه زويونه الصراحه عمليه. 500000 درهم. وكاين هذا الشكيل هذا، مرحبا بالناس اللي كيدخلوا جداد، مرحبا. هذا الشكيل هذا كما قلت لكم هذا داير 1900 درهم اللي هي 38000 ريال. هذا 38000 ريال، 1900 درهم اللي هي 190 اورو. المهم مرحبا، اللي بغى هذا يدير له السكرين ويتواصل معايا في الخاص. ومرحبا بالجميع، ونتمنى من الناس اللي كيدخلوا دابا يبارطاجيو معنا هذا اللايف في الجروبات اللي عندهم. وشكرا للناس اللي بارطاجاو، والله الا شكرا لكم بزاف. هذا راه بحال هذاك اللي وريتكم دابا، انا نعطيكم نوريكم موديل واحد اخر. كاين هذا الشكيل هذا تا هو الصراحه زويون، هذا بسوليتير القديم، الموديل القديم ديالو ها هو الداير. المهم هانتوما كما كتشوفوا جاي مفتول من هنا، داخل فيه البلاتين ومرصع بالحجر، صراحه شي حاجه زويونه تا هذا، كيجي في اليد باين. هذا الشكيل هذا داير 2500 درهم، لحقاش ثقيل الصراحه. يعني اللي بغى يشوف الفيديو ديالو يتواصل معايا في الخاص، ونصيفط لكم فيديو ديال اي ارتيكل عجبتكم هنايا باش تبان لكم مزيان مزيان وتشوفوا حتى الصح ديالها كيف داير. وكاين هذا التشكيل هذا كما كتشوفوا حتى هو شي حاجه زويونه بزاف. ها نتوما يعني هذا مرصع بالحجر، غادي داير بالحجر، جاي بحال شكل ديال البنانه كما كتشوفوا. ها نتوما وصحيح الصراحه، هذا صحيح على حسابي. هذا داير شي 2450 درهم، 690 اورو، 2450 درهم اللي هي 285 اورو. ها هي هادي هانتوما، لا لا هي شي، المهم هكا كنيت، واه هي هاديك الثمن اللي قلت لكم في الاول، شي 285 اورو اللي هي 48، هي اللي هي 49000 ريال. ومرحبا بالجميع، اسمحوا لي راه بديت كنتلف شويه، ومرحبا بالناس اللي كيدخلوا جداد، مرحبا والف مرحبا. انا ندوز لكم دابا لحاجه اخرى،
كاين عاوتاني الصغير ديالو هو كما كتشوفوه حتى هو كبير شويه، والسوليتير ديالو كاري كما قلت لكم في الخاتم اللي فات. انا عاود نقولها للناس اللي عاد دخلوا دابا وما مسمعوش الهضره الاولى، هذا بامكان يتلبس السوليتير بوحديته، وبامكان هذا يتلبس بوحديته، ومن بعد ماريوم الى بغيتو ديك الساعات. ومرحبا بالجامع، انا كنساعدك. 250 فري. الله يرحم لك الوالدين اختي، انت خصك تجي عندي للحانوت انتاج. مرحبا بك والله، اجي يا خدي الكادو ديالك بعدا. هانتوما كما قلت لكم كاين واحد التشكيله انا غادي نوري لكم دابا، حتى هو زوين بزاف. المهم هذا الثمن ديالو داير شي 48000 ريال، اللي هي 2400 درهم. هذا داير 48000 ريال، 2400 درهم اللي هي 240 يورو. مهم اللي بغاه يسكريني ومرحبا، وكاع القياسات الموجودين يكفي غير تصيفطوا لي السكرين وتواصلوا معايا في الواتساب، انا غادي نحط النمره ديال الواتساب هنايا، واللي بغى شي حاجه مرحبا به والف مرحبا. وشكرا بزاف الناس اللي بارطاجيو معنا هذا اللايف هذا، وكنتمنى من الناس اللي عاد دخلوا دابا جداد يبارطاجيو معنا هذا اللايف. ومرحبا بالجميع، شكرا بزاف على المساعده ديالكم والله. هانتوما كما قلت لكم كاين تشكيل هذا تا هو زوين الصراحه، هانتوما ما فيش الحجر بزاف، جاي مرصعي جوج صفوف هاد الحجر وجاي زوين صراحه، فيه الذهب وصحيح. هذا داير شي 48000 ريال، اللي هي 2400 درهم. هاد التشكيل هذا داير 2400 درهم. المهم اللي بغاه مرحبا به يتواصل معايا في الخاص ومرحبا. ولا قدينا نحيدو لكم شي حاجه ما الثمن نحيدو، ما قدينا شيء الغالب الله. وكاين شي حاجه عاوتاني كما كتشوفوها هي ديال الطروات دي، ها هي شي حاجه زوينة الصراحه، فيه ما فيش الحجر بزاف، وكيجي ملبوس في اليد يعني كيبين اليد. ايمان بحجيوي عندي بوتيك اختي في مكناس ويسلان قيساريه البركه، رقم المحل 21. الا بغيتي شي حاجه وجيتي لمكناس مرحبا بك، كنتي بعيده وعجبتك شي حاجه كنديروا لا ليفريزون اختي في المغرب كامل حتى توصلك لارتيكل ديالك، عادي يمكن لك تخلصيها وشوفيها يعني عجباتك هادشي اللي بغينا، ما كانش عجباتك بامكانك تشونجي ومرحبا. هادشي اللي نقول لك، كما قلت لكم هاد التشكيل هذا زوين داير شي 46000 ريال. ها نتوما كما كتشوفوا هذا 46000 ريال، اللي هي 2300 درهم. شي حاجه زوينه الصراحه يعني وصحيح. هذا داير 2300 درهم، اللي هي 230 يورو. اللي بغى شي حاجه مرحبا به، وشجعونا بالبارطاج، يلا بارطاجيو معنا، زيدوا طلعوا لنا هذا اللايف هذا ان شاء الله يطلع بالفضل ديالكم، بارطاجيو معنا في الجروبات اللي عندكم وشكرا بزاف. وكاين واحد البروموسيون في واحد الخاتم بالمارياج غادي يبقى هو الاخر ونوريه لكم ان شاء الله، دايرين فيه ثمن اللي زوين بزاف ديال التاج. ها نتوما كاين هذا التشكيل هذا حتى هو زوين الصغير ديال هذاك اللي وريتكم قبيله، هذا داير شي 1800 درهم. لحقاش دقيق لشي شويه واخا تشوفوا هكا صغور راه مطور. ومرحبا بالجميع. هانتوما عاوتاني كاين هاد التشكيل هذا راه ما وريتولكمش، هانتوما كما كتشوفوا فيه السوليتير كاري وفيه هكا يتلبس، يعني بامكانكم تلبسوا كل حاجه بوحديتها علاش لا، شي حاجه زوينه حتى هو الصراحه. هذا داير شي 1900 درهم، هذا داير 1900 درهم، اللي هي 38000 ريال، اللي هي 180 يورو. واللي بغى شي حاجه مرحبا به يدير سكرين ويتواصل معايا في الخاص. الرقم ديال الواتساب راني خليته لكم في لاباج، وراه كاين حتى في اللايف، اللي عجبته شي حاجه يتواصل معايا في اللايف. ومرحبا بالجميع، ونتمنى من الناس يبارطاجيو معنا هذا اللايف هذا في الجروبات اللي عندكم. ومرحبا بالجميع، مرحبا بكم، راني بارطاجيت. ام تسنيم شكرا بزاف اختي ام تسنيم، شكرا على المساعده ديالك، والله الا بفضل ديالكم وصلنا لهذا العدد المشاهدين، راه كنا غير في واحد جوج. ونتمنى من الناس اللي معنا دابا حتى هما يبارطاجيو معنا هذا اللايف في الجروبات والاقصى حد. ومرحبا بالجميع. وكاين التشكيل هذا ما وريت لكمش حتى هو الصراحه شي حاجه زوينه، ها نتوما جي سيرتي حتى هو بالحجر من هنايا، وشي حاجه صحيحه راه باين فيها صحيح، ها نتوما كما كتشوفوا هذا داير شي 1800 درهم، اللي هي 36000 ريال. يعني ما تحقروش هكا ويبان لكم صغير راه غالي، بالعكس راه ثقيل وعامر من الداخل، شي حاجه زوينه الصراحه. واللي بغاه يتواصل معايا في الخاص وندير له عليه فيديو ونقول له الثمن اللي كاين، الله يزوجني نجي نشري عندك الخاتم. مرحبا اختي، نطلبوا من الله الخير،
علاش لا، تقدر غدا يجي شي واحد ان شاء الله يخطبك، ممكن كل شيء ممكن اختي. خاص غير معاه من بعدها، اما اللي باغي يتزوج راه موجود. هانتوما دابا ندوزو لكم البراسليات، كاينه شي حاجه زوينه الصراحه في البراسليات. هانتوما نتمنى من الناس اللي هنا يبارطاجيو معانا هاد اللايف هذا في الجروبات اللي عندهم. ومرحبا بالجميع، كاين هاد التشكيل هذا ديال البراسلي هانتوما كما كتشوفوا، كيجي واحد ملبوس في اليد، شي حاجه زوينه الصراحه. وسيرتي بالحجر، والحجر ديالو مدفون، اي باش تعرفوا غنديروا لكم هنايا باش يبان مزيان. هانتوما كيجي زوين، غير واحد في اليد. هذا كاين الخاتم ديالو، وكاين الحلقات ديالو، وكاين السلسله ديالو، يعني اللي بغاه مرحبا به يتواصل معايا غير في الخاص، ومرحبا نديروا معاه ثمن زوين ان شاء الله، علاش لا. المهم الهدف ديالنا هو نكسبوا كليان دابا، ماشي الربح ولا شي حاجه، الربح مازال على شويه ديال الوقت. ومرحبا بالجامع، هذا داير شي 3300 درهم بوحديتو، هذا داير 3300 درهم هذا البراسلي هذا، الصراحه شي حاجه زوينه بزاف ومتين، راه صحيح ماشي شي حاجه يعني تقولوا رقيق ولا شي حاجه، راه الصراحه زوين وصحيح. والثمن ديالو كما قلت لكم 3300 درهم، هذا داير 3300 درهم اللي هي 66 الف ريال، وبالاورو شحال شي 360 يورو ياك. المهم انتم شوفوا من عندكم، انا والله لا راه هاني تالف هاد الساعه. المهم هذا قلت لكم داير 66 الف ريال، اللي بغى شي حاجه مرحبا به، يخلي لي السكرين ويتواصل معايا في الواتساب، راه خليت لكم النمره. ومرحبا بالجامع، كاين هذا التشكيل هذا كما كتشوفوا الصراحه حتى هو زواون، هانتوما شي حاجه ممتازه الصراحه بالنسبه للناس اللي كيبغيو داك الشيء خفيف، كاينه شي حاجه رائعه بزاف. ومرحبا، انا غنشوفكم الثمن ديال هذا شحال داير، هانتوما كما كتشوفوا غنشوفكم الثمن ديالو شحال داير. هدف هذا داير شي 4200 درهم الصراحه، لحقاش شي حاجه ثقيله وزوينه، راه دايز كامل ذهب من هنايا، يعني عامر كامل وثقيل شي شويه. المهم هانتوما اللي مهتم مرحبا به، يتواصل معايا في الخاص. وكاين واحد التشكيله هانتوما كما كتشوفوا زوين. ومرحبا بالناس اللي كيدخلوا جداد، مرحبا بكم، مرحبا والف مرحبا، نتمنى منكم تبارطاجيو معنا هاد اللايف هذا في الجروب اللي عندكم حتى نتوما. وشكرا بزاف بزاف الناس اللي بارطاجاو هاد اللايف. ام تسنيم الحلقات موجودين اختي، انا غندوز لهم 330 يورو، هي هذيك اختي. ايوا شكرا للمسانده ديالكم، والله شكرا لكم بزاف. هانتوما كاين هاد التشكيل هذا زوين ديال الاودي كما كتشوفوا، شي حاجه زوينه حتى هو وصحيح. انا ندون نقول لكم الثمن ديالو، هذا داير شي 3800 درهم، هذا براسلي صغير ديال رافينيتي، داير 3800 درهم كما كتشوفوا، شي حاجه زوينه وديال غافينيتي يعني باش تعرفوا. نتمنى من الناس اللي معنا في هذا اللايف هذا يبارطاجيو في الجروبات ديالهم. وكاين هذاك واحد الشكيل بحالو حتى هو زوين، غير هو فيه القلوبه. فيه القلوبه هانتوما، شي حاجه زوينه الصراحه، دايره بلي توغ من الداخل ديال غافينيتي حتى هو، هانتوما كما كتشوفوا هذا نفس الثمن مع الاخر، حتى هو 3800 درهم اللي هي 76000 ريال، هذا داير 76000 ريال كما كتشوفوا، شي حاجه زوينه الصراحه. اللي مهتم يتواصل معايا في الخاص وندير له فيديو باش يشوف داك الشيء مزيان مزيان. ومرحبا بالجميع، المهم عندنا هما يعجبوكم لي زارتيك اللي كندوزو لكم دابا. وكاين واحد الشكيل زوين يعني بالخاتم ديالو، ها هو هانتوما كما كتشوفوا، حتى هو شي حاجه زوينه ديال غافينيتي، يعني ماشي شي حاجه اللي عاديه. هانتوما ها الخاتم كيف داير، والبراسلي شي حاجه زوينه، نقول لكم شحال في الخاتم سنتيم. خلاص البراسليات هادو راه كيتزاد فيهم يعني القياس اللي كان، يا يد كبيره يا صغيره، يصلح ولا يجيو زوينين. هذا فيه شي 2 سنتيم، هذا الخاتم ديالو فيه شي 2 سنتيم، الصراحه شي حاجه زوينه جايه مرصعه بالحجر، والحجر ديالها مدفون، ما تخافوش زعما يطيح ولا شي حاجه. هذا الثمن ديالو بالخاتم بكل شيء داير شي
شي 4900 درهم، هذا داير 4900 درهم، براسلي بالخاتم بكل شيء. الصراحة شي حاجة زوينة والله، يعني كتجي خفيفة وملبوسة في اليد، شي حاجة ديال الدوام. ومرحبا اللي بغى شي حاجة مرحبا به، راه كنديروا لا ليفريزون يعني في المغرب كامل، واللي عايش خارج المغرب بامكانه نصيفطوا لشي واحد من عائلته، وإلا كان جاي عنده ولا شي حاجة بحال هكا يديها له معاه، علاش لا. ومرحبا، دابا ندوزو لكم واحد الشكيل في البراسليات، كاينين هادو ديال الثلاثة بإمكانه كيمشي غير واحد، أنا نقول لكم الثمن الواحد ونقول لك ثمنهم الثلاثة بشحال كيطيح. كاين هاد الشكيل هذا زوين، وانت هو الصراحة ما فيهش الحجر، راه كندوز لكم شي حاجة اللي ما فيهاش الحجر بزاف، باش حتى إلا احتاجيتو تبيعو ولا شي حاجة ما تطيحوش أكثر من القياس، واخا هما كيمشيو على حسب الموديل، غير عليكم نتوما صافي. المهم انتوما كاين هاد الشكيل هذا كيطيح لواحد، هذا ديال المناف، حتى هو شي حاجة زوينة الصراحة. هذا كيطيح بشي 3400 درهم الواحد، شي حاجة زوينة الصراحة، يعني ما تخافوا منها لا تطيح لا والو، يعني بجوج كيجيو شي 10000 درهم، بثلاثة لا بثلاثة بهم كيجيو شي 10000 درهم، ولكن شي حاجة اللي زوينة بزاف الصراحة، شي حاجة زوينة وكتجي ملبوسة. هادو الثلاثة ديالهم دايرين 10000 درهم. انتوما اللي مهتم مرحبا به، يتواصل معايا غير في الخاص، وإذا قدرنا نيغوسيو معاكم شويه نقصوا لكم علاش لا. ومرحبا، المهم هو الرضا ديالكم ويعجبكم هادشي اللي كنقدمو لكم. ها انتوما كما كتشوفوا، باش ندوز الموديل واحد اخر شي حاجه زوينه، شحال داير الجرام دابا اختي؟ الجرام داير 360 درهم، 340 اورو. هاد البراسليات اللي قلنا لكم، شكرا اختي ويوا. شكرا بزاف. المهم انا ندوز لكم واحد الشكيل زوين ديال الفانكلي، هادو ديال الفانكلي هادو تكونوا فايتين شفتوهم، شي حاجه زوينه. ها انتوما كما كتشوفوا، صراحه شي حاجه كتجي رائعه في اليد. هاد الموديل الجديد دابا اللي داير في السوق هاد الشهر الاخر، ها انتوما شي حاجه زوينه بزاف بزاف. هادو الثمن ديالهم نقول لكم الثمن ديالهم بشحال كيطيحوا، هنا يعني هادو دايرين فيهم دابا تام بروموسيون، هادو كيطيحو بشي، هادو كيطيحو شي 11000 درهم، بثلاثة بيهم، شي حاجة تقيلة الصراحة، والدورة كبيرة، نقولكم الدورة شحال، هادي فيهم شي 5.5، الدورة ديالهم شي 5.5 قريبة 6 سنتيم، المهم راه اللي عندو 6 سنتيم في الدورة راه يجيه مزيان. اختي نادية مرحبا بك اختي، وشكرا على البارتاج ديالك، شكرا بزاف بزاف، ونتمنى من الناس اللي عاد كيدخلو تا هما يبارطاجيو معانا في الجروبات اللي عندهم، وشكرا بزاف الناس اللي بارطاجاو والله الا شكرا لكم. مرحبا بالجميع، ها نتوما كما قلت لكم هاد التشكيل هذا داير 11000 درهم، شي حاجه زوينه الصراحه وديال الدوام، يعني راه كاين اللي كيبيعهم 12000 لحقاش فيهم تاهما لوريجين، وكاين الميتاسيون، هادو لوريجين ديالهم والميتاسيون راه غادي تكون قل من طبيعه الحال. وكاين واحد التشكيل عاوتاني بحالهم، هما ماشي فان كليف، محسوبين على الكارتي، شي حاجه زوينه. ها نتوما مرحبا، ومرحبا بالناس اللي عاد كيدخلوا جداد، كنتمنى تبارطاجيو معنا هاد اللايف هذا في الجروبات اللي عندكم. ومرحبا بالجميع، خديت جوج براسليات ب 8600 درهم، وبغيت نبيعهم واش يطيحوا لي بزاف. اختي البراسليات على حساب شحال خديتيهم في الاول، وعلى حساب واش شي حاجه مزيانه، يعني كيكون فيهم حتى هما الترافيك في الذهب ديالهم. سمحوا لي شي واحد كيصوني عليا، المهم اللي كيشوف هاد اللايف وكيصوني بلاتي ان شاء الله ويصوني، حقاش دابا راني داير اللايف نسالي ان شاء الله ونعاود نصوني لكم. ها نتوما كما كتشوفوا هاد الشكيل هذا زوين، ها نتوما شي حاجه زوينه ديال الكارتي، حتى هما قويصحين شويه ولكن شي حاجه زوينه الصراحه. هادو دايرين شي شحال 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 هادو دايرين شي 1,050,000 ريال، هادو 1,050,000 ريال اللي هي 12500 درهم، اللي هي 650 اورو. المهم هانتوما اللي عجباتو شي حاجة يدير لها سكرين ويتواصل معايا في الخاص، هادو فيهم شي، هادو فيهم 6 سنتيم، اللي بغا شي حاجة مرحبا به، هادو الصراحة شي حاجة تقيلة وزويونة وديال الدوام، يعني بالنسبة للبنات اللي غادي يتزوجوا مرحبا بكم، وراه هذا والله إلا شي حاجة زوينة ليكم، لحقاش موديرن وديال الوقت. ومرحبا بالناس اللي دخلوا جداد،
مرحبا بكم، نتمنى منكم حتى نتوما تبارطاجيو معنا هاد اللايف هذا في الجروبات ديالكم. ومرحبا بالجميع، مرحبا بكم كاملين من طنجة للقويرة. وكاين هاد التشكيلة هذا حتى هو كما كتشوفوها هو داير غير بالذهب، شي حاجة زويونة و واعرة. هذا دايرين فيه بروموسيون لحقاش كانوا عندنا منه بزاف وتباعوا، بقات غير هاد الحبة هادي دايرين فيها بروموسيون، اللي بغاها مرحبا به. هادو دايرين غير 8400 درهم، ثلاثة دايرين 8400 درهم، يعني الواحد كيطيح بشي 2800 درهم، اللي هي 56000 ريال. اللي بغى شي حاجة مرحبا به، ما عليه غير يدير كابتور ديكرون ويتواصل معايا في الخاص. ونتمنى من الناس اللي معانا في هذا اللايف يبارطاجيو في الجروبات ديالهم باش يقدر يوصل هذا اللايف هذا للجميع. دابا ندوز لكم الحلقات. المهم بالنسبه للحلقات، ها نتوما كما كتشوفوا، واش عندك كارتي عاديين؟ وريهم لي عافاك مع الثمن. وي اختي كارتي عاديين كاينين، يمكن يمكن كاينين هنوريهم لك. ها هما، ها هما كارتي سامبل كما كتشوفوا، حتى هما شي حاجه زوينه وصحيحه، يعني بالنسبه للناس اللي كيبغيو هاد الكارتي راه ما فيهمش الحجر بزاف وكيجيو ملبوسين في اليد. هادو دايرين بشي 180000 ريال، اللي هي 9000 درهم. هادو دايرين 9000 درهم، اللي بغاهم مرحبا، ياخد سكرين ويتواصل معايا في الخاص. وكنتمنى من الناس اللي معنا في هذا اللايف يبارطاجيو في الجروبات اللي عندهم، بارطاجيو معنا، بارطاجيو شجعونا. المهم ندوزو الحلقة دابا باش نساليو اللايف ديالنا ان شاء الله. هانتوما كاين هذا، هادو شي هادو ديال الطروات دي، شي حاجة زويونة تا هما. هادو دايرين 1800 درهم، لحقاش دقيق لي الصراحة، وكاينين الصغار ديالهم اللي دايرين 1500 درهم. هادو شي حاجة زويونة، أنا نوريهم لكم مزيان. هانتوما شي حاجة زويونة الصراحة. ومرحبا بالناس اللي معنا في هاد اللايف، كنتمنى منكم تبارطاجيو معنا ونتمنى منكم تبارطاجيو معنا هاد اللايف هذا في الجروبات اللي عندكم باش تزيد نسبة المشاهدة. وشكرا لكم بزاف بزاف. المهم هادو قلت لكم داير 1800 درهم، اللي هي 36000 ريال، اللي هي 180 اورو، 180 اورو. المهم اللي بغى شي حاجه مرحبا به ويتواصل معايا في الخاص. ونتمنى من الناس اللي معنا في هاد اللايف هذا يبارطاجيو معنا هاد اللايف في الجروبات اللي عندهم باش تزيد نسبه المشاهده. ومرحبا بالجميع. وكاينين المهم هادو ديال الطروات دي، ها نتوما شي حاجه زوينه هاد الهرم. هادو دايرين شي 1500 درهم، شي حاجه زوينه تا هما. سونكات وا هي هذيك راك مازال معايا اختي. دوزي دوزي عندي الخاص، راه بغيتك دوزي. هادو ديال البنانة، شي حاجه زوينه، ها نتوما كما كتشوفوا صغار ديال البنانة. هادو دايرين شي 1100 درهم، 1100 درهم، شي حاجه زوينه الصراحه. ومهم كاع كيبقاو 1000 درهم الثمن الاخر ديالهم، اللي هي 20000 ريال. وكاين هاد الشكيل هادو بالنسبه للناس الكبار اللي كيعجبهم هاد الشكال، بحال هاد الشكالات. هادو دايرين شي 1100 درهم، هادو دايرين 1100 درهم، شي حاجه زوينه، حتى السته ديالهم زوينه كبيره. المهم اللي بغى شي حاجه يدير لها سكرين ويتواصل معايا في الخاص. ومرحبا بالجميع، ومرحبا بالناس اللي كيدخلوا جداد. نتمنى منكم تبارطاجيو معنا هاد اللايف في الجروبات اللي عندكم باش تزيد نسبه المشاهده ان شاء الله. تخدمي معايا اختي ضروري، انت خاصك تخدمي معايا. شكرا بزاف ليك والله. المهم تدوزي الخاص ونهضروا انا وياك. هادي دايره 1600 درهم، ها نتوما كما كتشوفوا شي حاجه زوينه حتى هي. هادو 1600 درهم كبارين. وكاين الخاتم ديال هاد الحلقه ديال البنانة، انا نوريكم الخاتم حتى هو دايرين له بروموسيون في ثمن زوين. هو الخاتم ديال هاد الحلقه ديال البنانة دايرين له 1300 درهم. لا لا كسر كسر، سمحوا لي سمحوا لي، راه بديت كنخربق في اثمنه صافي جاني الجوع. هذا داير 1500 درهم بروموسيون، هذا داير 1500 درهم. هانتوما اللي عجبو يدير له السكرين وتواصل معايا في الخاص، راه شي حاجه زوينه. ولحقاش هو اللي بقى دايرين فيه بروموسيون باش ندخلوا شي موديلات جداد ان شاء الله. هذا فيه 1.9 سنتيم، يعني ما كامل 2 سنتيم. بالنسبه للناس اللي يدي صباع ومرقق راه يجيهم هذا زوين الصراحه، راه يصلح ليهم. ومرحبا بكم، مرحبا ومهلا مرحبا بالجميع. انا غادي نزيد نوريكم نكمل لكم في الحلقات.
كاين هاد الشكيل هكا، هذا تا هو في الحلقات تا هو انتم كما كتشوفوا شي حاجه زويونه. هادو ديال اللي وريتكم في الاول، داك البراسلي والخاتم ديالو راه ديالو. هاد الحلقات جايين معاه نيشان، ما عارفين حطيتو ما كنوريتو لكم. المهم هادو دايرين 1700 درهم اللي هي 34000 ريال. ها هما الخاتم ديالو، هانتوما كما كتشوفوا ها هما اللي وريتكم قبيله، فيه الخاتم وبراسلي وهالحلقات ديالو، دايرين 1600 درهم. شي حاجه زوينه الصراحه، ومرحبا بالجميع، ونتمنى من الناس يبارطاجيو معنا هذا اللايف هذا في الجروبات اللي عندهم، وشكرا بزاف بزاف ليكم. المهم مرحبا، وكاين هذا الشكيل هذا راه عندي التعليقه ديالو، راه حاطها في التصاور في لاباج، اللي بغاها يدخل يشوفها. نتمنى من الناس اللي معنا في هذا اللايف يبارطاجيو في الجروبات اللي عندهم، بارطاجيوها البنات، كلشي بارطاجي، يلا بارطاجيو معنا وعاونوا خوكم. شجعوا خوكم. ومرحبا بكم، والله الا مرحبا. هادو ديال الكاري دايرين شي، هادو دايرين 1800 درهم اللي هي 36000 ريال، كبير برين وزواونين كيجيو ملبوسين في الودن الصراحه. عاد مشاو وحدين الصباح منهم صيفطتهم لواحد الكليانه في كازا، هانتوما كما كتشوفوا شي حاجه زوينه. 1800 درهم اللي هي 36000 ريال. اللي مهتم يتواصل معايا في الخاص، ومرحبا بالجميع. انا غادي ندوز لكم دابا لشي حاجه ندوز لكم شي حاجه فاش في طوانك صغار، باش نساليو اللايف ديالنا ان شاء الله. مازال نساليو من الحلقات وندوزو للطوانك، ونتمنى من الناس اللي معنا في هذا اللايف يبارطاجيو هذا اللايف لاقصى حد الجروبات اللي عندكم، باش تربحوا معنا في الطومبوله اللي غنديروا في الاخر الشهر ان شاء الله. غادي تكون سلسله كادو بالنسبه للناس اللي كيبارطاجيو بزاف، ومرحبا بالجميع. هانتوما كما كتشوفوا هذا الشكيل هذا داير 1850 درهم، هذا 1850 درهم اللي هي 37000 ريال. الصراحه شي حاجه زوينه وقويصها ديال الدوام، وكتجي عصريه في الودن، ماشي بحال داك، ماشي بحال شي حاجه اللي كتجي مخبزه بزاف. المهم مرحبا. وكاين هذا الشكل هذا بالنسبه للناس اللي كيعجبهم داك الشيء الطويل. كاين هادو ديال الطروات دي دايرين شي 2300 درهم اللي هي 40000 ريال. ونتمنى من الناس اللي معنا في هذا اللايف يبارطاجيو اللايف، بارطاجيو معنا، ومرحبا بالجميع. المهم نوريكم دابا الطوانق بالنسبه للناس اللي كيسولوني. هانتوما هالشكيل، كاين هاد الشكيل ديال الطوانق داير شي 150 درهم، يعني هذا 150 درهم بلا ليفغيزون. لا ليفغيزون الا بغيتيهم كتكون على حسابكم. المهم هانتوما كما كتشوفوا شي حاجه زوينه. كاينين هادو حتى هما زوينين دايرين شي 650 درهم، هانتوما كما كتشوفوا هادو دايرين شي 650 درهم. اللي بغاهم مرحبا به، هادو لا ليفغيزون غراتوي ودايرين فيهم بروموسيون بهذا الثمن هذا. واللي بغاهم مرحبا به، هادو 650 درهم. اللي بغاهم يتواصل معايا في الخاص ومرحبا. وكاين هذا الشكيل هذا ديال الطوينكات عاوتاني اللي ما فيهمش الحجر، بالنسبه للناس اللي كيبغيو يديروا لولادهم الحلقات وكيخافوا على الحجر ولا يطيحوا. هادو المهم دايرين شي 440 درهم، ولا ليفريزون ديالهم غراتوي. هانتوما بامكانكم تفيكسيوهم، راه كيتفيكساو هادو، ماشي بحال الطوانك ما كيتفيكساوش. المهم هذا هو اللايف ديالنا. غادي نقول لكم دابا الحاجه اللي درنا فيها السولد في هذا اللايف هذا ان شاء الله. كاين هذا الخاتم هذا ديال التاج، هو اللي دايرين فيه بروموسيون هذا النهار هذا. هانتوما كما كتشوفوا هذا اللي دايرين فيه بروموسيون هذا النهار، هذا دايرين له شي 34000 ريال اللي هي 1700 درهم. وبارطاجيو معنا هذا اللايف، بارطاجيو. يلا بلاتي نطلعوا انا دغيا صح. تهلا يلا سير. هذا 34000 ريال لا قل، هذا دايرين فيه بروموسيون، سمحوا لينا حسبت لكم بحال الثمن ديال الاخوات معاديين. هذا شحال داير؟ المهم هذا دايرين له 1500 درهم، هذا فيه بروموسيون 1500 درهم، يمكن لكم تلبسوا غير التاج بوحديتو بحال هكا، ولا بغيتو تماريو. المهم هذا داير 1500 درهم لحقاش فيه بروموسيون، وكاين غير واحد. المهم اللي بغاه ها هو مرحبا به، وفيه في القياس فيه شي 1.9 يعني ما كاملاش 2 سنتيم. اللي بغاه مرحبا به. اختي وي ولا ماشي 170 اورو، غير 150 اورو، 150 اورو.
المهم ها هو هذا اللي فيه بروموسيون في هذه الحلقه هذه، شي حاجه زوينه اللي بغاها مرحبا به يدير لا سكرين وتواصل معايا في الخاص، ومرحبا بالجميع، ودايرين عاوتاني لهادي ديال الحصيره هي حتى هي فيها بروموسيون هاد الكورميطه هادي، هادي حتى هي فيها بروموسيون دايره شي هادي دايره شي 8000 درهم هانتوما كتجي زوينه في اليد الصراحه، هادي دايره 8000 درهم اللي بغاها مرحبا به يتواصل معايا في الخاص ومرحبا بالجميع. المهم هادي حتى هي الصراحه شي حاجه زوينه ديال حجوجي، راه دايرين لا بروموسيون، راه كنا كنبيعوها حتى ل 10000 9500 درهم ودرنا لها الثمن لحقاش بغينا نخرجوا شويه السلعه باش ندخلوا شي حاجه جديده ان شاء الله اللي تعجبكم. ما كاينش ديال الزربيه كاين اختي ديال الزربيه كاين كلشي كاين تدوزي البريفيو نهضروا انا وياك اختي. المهم هذا هو اللايف ديال اليوم، ان شاء الله غدا غادي يكون لايف عاوتاني، غادي يكون كل نهار اللايف بحال هاد الوقيته اللي درتو اليوم مع 10:30 ل 11 كاع. نتمنى منكم تبقاو تدخلوا تشوفوا الجديد، واللي بغى يسول لا شي حاجه مرحبا به. وبالنسبه للناس اللي كيدخلوا دابا راه سالينا اللايف اللي راه كانوا شي حاجه زوينه بزاف اللي كانوا في براسليات واثمنه اللي زوينين، الا كنتم مهتمين بشي حاجه ها هو اللايف لاباج، دخلوا وشوفوا شنو كاين ومرحبا بالجميع. واللي عجبته شي حاجه يدير لها سكرين وتواصل معايا على الرقم 06 23 33 04 38 ومرحبا بالجميع. كيفاش حجوجي يعني الموديل حجوجي فهمتي كيكون زايد شويه في الثمن على الموديلات العاديين، فهمتي اختي كيكون زايد في الجرامات باش كنديهم. ومرحبا بكم كاملين، يلا الله يعاونكم وليله مباركه.